صبحكم الله بالخير مشاهدينا، صبحكم الله بالمحبة والأفراح. سنة جديدة إن شاء الله كلها أفراح، وسنينكم كلها وأيامكم أفراح وسعادة، وإن شاء الله تكونون كلكم بخير. طبعا إحنا حاليا أكيد أنتم عارفين وما قاعد تتابعون إلا لأن هذا برنامجكم إن شاء الله يكون المفضل، الضحى العود، واللي يجيكم من الساعة 11 لغاية الساعة 12 من يوم الأحد لغاية يوم الخميس، نبرز فيه أبرز شباب الرياضة والإنجازات وال يعني كل الأمور المهمة اللي سووها عيالنا في الأمور الرياضية، ونقول صباح الخير حق شيماء. وشلونك؟ صباحك الله بالخير فيصل، وكل عام وانت بخير. وانت بخير ان شاء الله، وان شاء الله سنه جديده علينا ان شاء الله. شلون بدايه السنه؟ اول شيء بعد اذنك بس اصبح بالمتابعين، صباحكم الله بالخير متابعين برنامج الضحى العود، وكل عام وانتم بالف خير. سنه جديده ان شاء الله وانجازات جديده باذن الله، واتمنى بهالسنه كل من عنده هدف يوصل له، والسنة الجديدة من بدايتها جميلة يا فيصل الحمد لله. يقولون طحتي خطاني السعيل خطاك كلش. لا الحمد لله خيرة ترى. طبعا طبعا كل شيء من رب العباد خيرة. بما أن احنا في برنامج رياضي، شنو كنت بتسوين وطحتي وصارت خيرة؟ اي كنت بتروحين دايفنج صح؟ دايفنج كنت بجرب صراحة. ما تخافين؟ أخاف، أنا عندي فوبيا من الارتفاعات. شلون كنت بتنطين؟ بجرب، لازم عشان تواجه، عشان توخر الخوف عنك لازم تواجهه. تمام. فلازم يعني أنا كان فيني فوبيا من الماي، مو من الماي يعني من البحر، وإذا كان ما في قيش ولله الحمد راح. دائما الخوف واجهه عشان يروح منك. وسكاي دايفنج راح تروحين ولا لا؟ والله اتوقع انا يمكن وانا قاطع نفسي راح قلبي يوقف، انا الحين تذكرت اخترعت والله الفكره الفكره وارده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. واحنا طبعا مع متابعينا في عندنا فقرات مميزه، وفي عندنا الضحى العالمي، وعندنا ضيف راح يكون ويانا من خلال برنامج الضحى العود، وعندنا لعبه الدامه. اللعبه هذه هي اللعبه الشعبيه واقدم لعبه، يمكن الناس تسمع دامة لكن هي بمستوى لعبة الشطرنج عالميا. راح ناخذ المعلومات من أخونا اللي راح يكون ويانا إن شاء الله ضيفنا، ولكن خلونا نشوف التمارين الرياضية مع الكابتن عبد الله العوض ونرجع مرة ثانية. صباح الخير وحياكم الله معانا بالفقرة الرياضية. مثل ما وعدناكم باستخدام الكتل بل قدمنا فيها تمارين مثل السوينج، السوينج بيد واحدة، والكلين. واليوم راح نتعلم هم من شلون نكمل التكنيكات. فأول شيء راح نسوي تكنيك الـ يسمونه الأوفر هيد، سوري اللي هو بنت رو هني، أبرايت رو أو هاي بول بالطريقة. نفس ما سوينا المرة اللي طافت سوينج، بس هالمرة راح أجيبها لداخل بالطريقة مثل ما تشوفون. اوكي، بعدها نفس التمرين بالضبط لكن راح تصير بيد واحده في الطريقه، راح تروح لورا بيد واحده. سوي سويتش، هذا يسمونه هاي بول سنجل ارم او ايد واحده بالكتلب. اوكي، طبعا تمهيدا الحركه هذه واللي تعلمناها الحلقه اللي طافت حق التكنيك اللي هو يسمونه سناتش، زين. فاحنا تعلمنا شلون نسوي كلين، تعلمنا شلون نسوي هاي بول. الحين راح يكون تمرين الاتي قبل السناتش اللي هو من الراك بوزيشن هني بعد الكلين، راح نسوي بريس لفوق. تمرين سهل، شق الاكتاف، اذا كان وزن ثقيل ممكن تسوي دفعه بريولك بالطريقه. اوكي، صوت ثاني. اوكي، والحين راح نعلمكم اخر تمرين اللي هو السناتش، هو اللي ميكستر بينهم كلهم تقريبا. من السوينج راح تروح هني هاي بول، وراح تفرد ايدك ستريت على الاخير. فراح تكون الحركه كلات من هني لفوق، واحد نرجع اثنين. طبعا اغلب الناس يشوفون الحركه شكلها يمكن مو صعب، لكن اذا تعلمت التكنيكات الصحيحه ممكن تأديها بشكل صحيح. وبلش في أوزان خفيفة، والرجعة لما تبي ترجع الحين راح تنزل بحوضك قدام
كأنك تبي ترجع وضعية الراك لكن تنزلها مرة واحدة لتحت وهكذا. تمرين قوي انفجاري يعني في قوة وسرعة، وشغل هم الكارديو هم عضلات الجسم. فمثل ما قلنا لكم بما أن الوزن كله تحت فأنت بتضطر تحرك جسمك، فتعلمنا في البداية سوينج سينجل آرم سوينج، تعلمنا الهاي بول، تعلمنا كلين أوفر هيد بريس والسناتش. وإذا صار عندك مرونة وحركة حلوة تقدر تسوي وايد حركات تلعب في الكتل بل مثل هالطريقة تستمتع فيها، أداة وايد حلوة تقدر تسميها جيم كامل، تستخدمها في البيت في الحديقة أي مكان تبي راح تستمتع فيها وراح تشوف تغييرات في الجسم وراح تستخدمها دائما إن شاء الله. إن شاء الله عجبتكم التمارين اللي شفتوها، نرجع لكم بالحلقات الجاية. عودة لكم متابعين برنامج الضحى العود، مستمرين معاكم وتونا ببداية مشوار حلقة اليوم. طبعا إنجازات عيالنا كثيرة وتبارك الرحمن، يعني إذا بنتكلم عن كرة القدم ولا الطائرة ولا غيرها ما راح نعرف الأخبار هذه إلا عن طريق الصحافة المحلية، فنشوف ونتابع شنو عندنا. جريدة الأنباء، تتجه الأنظار في الساعة 5:40 من مساء اليوم صوب استاد نادي الكويت الذي يشهد لقاء قمة جديدة يجمع الكويت برصيد 6 وغريمه القادسية 3 في قمة مواجهات الجولة 3 من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الاتحاد، التي تشهد أيضاً 3 أخرى تجمع العربي 3 مع فريق الشباب 4، وتقام على استاد عبدالله الخليفة، فيما يواجه فريق اليرموك 3 فريق خيطان الخالي رصيده من النقاط، وذلك على استاد صباح السالم، على أن يشهد استاد محمد الحمد لقاء رابعا يجمع فريقي النصر 3 مع فريق الساحل بنقطة واحدة. جريدة القبس، اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رسمياً الشارة الدولية لسبعة حكام، منهم 3 وهم سعد الفضلي وعبدالله الجمالي وعبدالله الكندري، وأربع مساعدين هم علي كرم وعلي تشراغ ومحمد اشكناني وسيد محمود، في حين سحبت الشارة الدولية من 7 هم علي طالب وجاسم جعفر ويوسف لثويني والمونديالي فارس الشمري وسعود الرشيدي وخالد البديوي وعلي بهزاد، وتراوح سبب سحب الإشارة الدولية بين الاعتزال والانقطاع عن إدارة المباريات. جريدة القبس، انتظم المنتخب الأولمبي لكرة القدم في معسكره الداخلي بفندق جميرة بمشاركة 33 لاعباً وتحت إشراف مدربه دينكو جيليشيتش، استعداداً لمواجهة نظيره الفلسطيني ودياً يوم 10 الجاري، إلى جانب مشاركته في دورة ودية بالعاصمة القطرية الدوحة تضم أيضاً المنتخب القطري وإيران وطاجيكستان. ويستعد منتخب الأولمبي أيضاً لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً ضمن المجموعة 5 التي تستضيف الكويت مبارياتها في مارس المقبل. جريدة الجريدة، استقبل نائب المدير العام لشؤون الرياضة بالهيئة العامة للرياضة الدكتور صقر الملا أبطال نادي التضامن ونادي الكويت في رفع الأثقال بعد إنجازهم الرائع بتحقيق لقب بطولة غرب آسيا للأندية التي اختتمت أمس الأول في البحرين بمشاركة 22 نادياً تمثل 9، حيث تمكن أبطال التضامن من إحراز 22 ميدالية بواقع 11 ذهبية و5 فضيات و6 برونزيات، فيما حقق لاعب نادي الكويت علي شمس الميدالية الذهبية. جريدة الراي، أعلن رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ أحمد اليوسف أن شروط الاستضافة أو المشاركة في استضافة بعض مباريات كأس العالم لا تنطبق على الكويت،
في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الاتحاد الدولي للعبة السويسري جاني إنفانتينو خلال مؤتمر دبي الرياضي الدولي عن رغبة الفيفا في زيادة عدد المنتخبات في مونديال قطر 2022 إلى 48 منتخباً، والبحث عن دول خليجية تساعد الأخيرة في احتضان بعض لقاءات الحدث المقبل. يا مرحبا مرة ثانية من الضحى العود، ونقول لكم صباحكم الله بالخير. ونرجع لضيفنا الناقد الرياضي الناقد ماجد المهندي، صباحك الله بالخير. صباحك الله خير أستاذ فيصل، صباح أستاذ وصباح سادة المشاهدين، الله يحفظك. قولهم كل عام وأنت بخير. وأنت بخير، صحة وسلامة. وهذا أول لقاء هالسنة، أول لقاء إن شاء الله تكون كلها بإذن الله إن شاء الله سنة لقاءات وخير، نكون وإنجازات خير بإذن الله. أول شيء نبي نبارك لأهل الكويت ونبارك للشباب الحكام اللي خذوا الاعتماد الدولي. نعم. نتكلم عنهم بس لأن يستاهلون الصراحة. أي والله يستاهلون. نبتدي فيهم. نبتدي فيهم ويستاهلون المبارك. نبارك لهم، نبارك الاتحاد الكويتي اللي يمثلون الحكام هذول، يمثلون الاتحاد الكويتي، يمثلون الكرة الكويتية. والترشيح هذا نوعا ما زعل الوسط الرياضي، زعل عن كأساسي إنه ما استعانوا بحكام كويتيين في البطولة اللي راح تبدأ يوم الأحد كأساسي. عوضت أكبر بطولة، فعوضت الحمد لله بسياج حكامنا. طبعا الشارع لازم نوصل رسالة للمشاهدين إن الشارع مو بس ترشيح، لازم اختبارات. أجروا اختبارات قبل فترة في تحت إشراف الاتحاد الآسيوي، وحكامنا اجتازوا الاختبارات هذه، وبعد اجتياز الاختبارات تم منحهم الشارع. فعن جدارة واستحقاق مبارك لهم. ثلاث حكام ساعة وأربعة مساعدين، ثلاث حكام ساعة أخونا حكم سعيد الفضلي، عبد الله الجمالي، عبد الله الكندلي، هذول حكام ساحة راح يقدمون مباريات إن شاء الله الشارة الدولية في البطولات القادمة إن شاء الله. الحكام المساعدين علي إشراق، علي كنكوني، محمد إشكاني، وحسن محمود، عبد العزيز محمود. فهذول الناس بإذن الله إن شاء الله راح يكونون يمثلون الكويت أحسن تمثيل، ويكونون قد الشارة الدولية وقد الترشيح، قد الاختبارات هذه يمثلون الكويت في صورة، ويطلعون لنا نسخة من سعد كميل المونديالي. يعني احنا عندنا سعد كميل فقط، يطلعون نسخ من سعد كميل في كأس يعني العالم. ممكن نلاقي حكم يوم من الأيام قاعد يحكم بين كأس العالم، مثلا كأس العالم عندنا سعد كميل نظرة حكم كأس العالم، حكم ثالث ورابع، حكمنا الدولي سعد كميل. نتمنى يطلع أكثر من سعد كميل. إحنا هال نتمنى بإذن الله إن شاء الله ممكن نشوف إيه ولا نتفق يقود نهائي كأس العالم. ليش؟ بالعكس يمكن يجيني أخوي ماجد، ترى في حكام الجمهور أكثر من 50% يحضر عشان الحكم نوعا ما. قضاء يمكن كلينا أشهر حكم، كلينا الإيطالي أخذ شهرة واسعة الحكام. كاسا شو اللي يميزهم اللي الجمهور يحضر عشانهم؟ قلة الأخطاء، كلنا نخطئ، حكام هذول قضاة الملاعب صحيح. نعم الكل يخطئ، ولكن الأقل أخطاء يصير أكثر شهرة، محبوب عند الجماهير، ما يخاف منه لا قاتشي يعني لا عربي حقاني. لا ريال لا برشلونة لا انتر لا ميلان. تلقى الجماهير هذه مثل ما أجمعت على حكم، فهو الحكم هذا الأقل أخطاء، ولا الكل بنادم كلها تخطئ. عسى الله يوفقهم. نعم. إن شاء الله. نعم. أستاذ ماجد، يعني في نبي نتكلم عن مباريات اليوم من بطولة كأس الاتحاد لكرة القدم وأبرز اللقاءات. شوف يمكن اليوم القادسية والكويت. نعم. نعم ما هي صحيح. أبرز اللقاءات القادسية والكويت. نعم غياب الدوليين يمكن راح يخلي المباراة فرصة للبدلاء، بروفا غير رسمية للنهائي اللي راح يجمعهم 27 واحد. نعم. المدربين هذه البطولة اسمها كأس الاتحاد تنشيطية، تجهيز الفريق للقسم الثاني، تجهيز الفريق للنهائي، تجهيز الفرق، تجهيز المصابين، تجهيز البديل، معرفة أماكن الضعف والخلل لما هو مستحق، لتجنب الإصابات المستقبلية، الإصابات اللاعبين اللي ما لعبوا فرصة أساسية أخذوا فرصتهم أساسية يلعبون في المباريات القادمة. في المباريات هذه على الأقل المدرب يعرف من يستعين فيه. دائما الدول المتقدمة تستغل البطولة هذه في أنها تعرف الجاهزية احتياط عندك الصف الثاني مدى قوته، مدى يعني القسم الثاني ما في تعويض، يا تنافس على اللقب يا هبوط يا كاس، يا كاس امير خروج مغلوب. فانت تجهز الفريق سواء محترفين تعاقد وياهم او تجهز مصابين لحيث انك تدخل القسم الثاني على اكمل استعداد واستعدادك يكون طيب. اليوم تعتبر بروفا نوعا ما، فرصه للمتعه بدون ضغط على اللاعبين. قادسية والكويت هم تسيدوا المرحله، تسيدوا 10 سنوات البطولات كلها ما شاء الله. ولكن اليوم مواجهه نوعا ما تقلبها الطابع الودي فوق الرسمي، رسمية مي رسمية، لأن أغلب اللاعبين الأساسيين ما راح يشاركون اليوم. المنتخب الأولمبي أبرز المنافسات القادمة. المنتخب الأولمبي داش معسكر حاليا في فندق الجميرة لاستحقاق شهر 3 إن شاء الله. عندنا تصفيات الآسيوية المؤهلة لطوكي وراح تضيفها الكويت
مجموعه تضم قرقستان وسوريا والاردن، مجموعه قويه جدا باذن الله. منتخبنا وازرقنا والاستعدادات هذه نواه الازرق الكبير اللي هم الاولمبي اللي نعول عليهم باذن الله قادرين على تجاوز المرحله هذه. استعدادات طيبه، نجوم مواهب بعد مرحله الايقاف صار لهم حاليا سنه مع استعداد ومعسكرات طويله من الصيف بدت، فباذن الله شهر ثلاثة راح يطلعون لنا 15 يناير اعتقد في بطوله في قطر وديه، هذا معسكر بالجميره يروحون البطوله الوديه ويرجعون. الاستحقاق القادم الرسمي طوكيو، كل هذا الوديات لطوكيو، تصفيات طوكيو اللي راح تبدا شهر ثلاثة. حلو. ما في وقت يعني، ان شاء الله باذن الله احنا كجمهور واعلام مع ازرقنا الصغير مو صغير اولمبي ان يعيد لنا استاد برشلونه ويعيد لنا سيدني 2000 ويعيد لنا موسكو باذن الله. طوكيو مو بعيد عليهم، انا اثق بالفريق، في شباب وفي نجوم ماعده وباذن الله جهاز فني قادر على اجتياز المرحله القادمه. نعم، هناك تصريح للشيخ احمد اليوسف حول عدم مقدره الكويت في استضافه بعض مباريات مونديال قطر 2022 بسبب بعض الشروط، نتكلم عنه. نتفق على الشروط نوعا ما، نتفق مع الشيخ احمد اليوسف على الشروط، ولكن اختلف معه في مو رئيس الاتحاد اللي يحدد نستضيف ما نستضيف، ولا الفيفا يفرض على الكويت شروط. اذا طلب من الكويت استضافه، احنا مو احنا طلبنا استضافه البطوله، الدوله استضافت منا سواء قطر او الفيفا. لا طلبوا من الكويت، في قوانين دوله، دوله لها قوانين ولها مواثيق ولها شروط معينه. صحيح. ما حد يقدر يتجاوزها. والراي الاول والاخير يبقى بيد القياده السياسيه، مش رئيس الاتحاد. رئيس الاتحاد نعم تصريح نتفق معه على بعض الشروط، ولكن نعرف احنا كاعلاميين كمتابعين للبطولات الفيفا ولوائح الفيفا، الفيفا اذا طلب من دوله ما راح يفرض عليها شروط معينه. صحيح. والقرار الاول حتى لو بطوله خليج، رئيس الاتحاد ما يقدر يبدي رايه فيه الا بموافقه القياده السياسيه وجاهزيه قطاعات الدوله. تمنيت الشيخ احمد يتكلم عن نعم منشات ملاعب بعد الشروط ما راح يفرض عليها الفيفا. نعم. ما راح يتعرض سياسة الدولة نهائيا ولا يقدر يتدخل بسياسة الدولة. أكيد هي ممكن حتى في اشتراطات من ناحية المواصفات للأندية. الملاعب. إحنا الملاعب إحنا هل هي أعتقد نوعا ما نصيف مباراة مباراتين على استاد جابر فقط لا غير، ولكن كمنشآت أو كبنية تحتية لاستضافة حدث عالمي ما عندنا التحفة المعمارية استاد جابر استضافة مباراة أو مباراتين فقط، ولكن كمنشآت لاستضافة مباريات كأس عالم ما عندنا حاليا. صحيح. أي منشأة. طيب نعم. هي بس معلومة هذه أنا لي أنا الحين، هل فعلا لازم ملعب كرة القدم يكون خالي من المضامير الأخرى وبس يكون فقط لكرة القدم علشان يقبل أن تقام عليه مباريات دولية نفس كأس العالم؟ لا أعتقد في نهائيات قيمة تحت المضمار، ملعب أولمبي، ملعب كأس العالم، مو شرط نهائي، ما في شروط. افتتاح والنهائي دائم، حتى حفتاح تحتاج مضامير. تدري انك سلس باللقاء وسريع وعطانا سريع وكل المعلومات، والله يعطيك العافيه. شهاده تسفير ما تقصر اخوي، ما تقصر اخوي، شرفنا واحنا تشرفنا فيك على هذا الله يسلمك. دقائق حياك الله. قولي لنا عن لعبه الدامه. لعبه الدامه اساسا لعبه ذهنيه. أي. يعني نفس ما القراءه تقوي الذاكره واعصاب المخ، ايضا الالعاب الذهنيه هذه تقوي اعصاب المخ، هذا تفيد كمستقبل. نفس ما ذكرنا من أول أن مستوى الشطرنج يعتبر مستوى عالمي، فعندنا تقرير. أيوة التقرير يتكلم عن الدامة، عشان عقبها نقدم ضيفنا. تعتبر لعبة الدامة من الألعاب الشعبية القديمة لدى أهل الكويت، واليوم ورغم مرور السنين ما زالت تستأثر باهتمام الشباب، مما يعكس الحرص على استمرار إحياء التراث الكويتي. ووصفت هذه اللعبة بأنها لعبة تحتاج إلى تفكير وذكاء، وأنها قريبة من لعبة شطرنج. وتميزت دولتنا الحبيبة الكويت بأنها البلد الأول في الخليج الذي أنشأ ناد يهتم لمثل هذه الرياضات القديمة والمشرفة، حيث تمكن اليوم فريق الدامة الكويتي من تحقيق بطولات كبيرة، وآخرها حصولهم على المركز الأول في بطولة قطر الدولية شهر ديسمبر الماضي عام 2018. ضيفنا اليوم عبد العزيز مبارك الودهان، رئيس لجنة الدامة لنادي الكويت للألعاب الذهنية، حاصل على العديد من البطولات المشرفة محليا ودوليا، واستطاع إثبات جدارته بكل استحقاق في هذا المجال، وأعاد إحياء تراث الأجداد بمهارة بين فئات الشباب.
الألعاب الدهنية ترى يعني شيء تبارك الله. الألعاب الدهنية حتى مرضى الباركنسون ينصحونهم فيه علشان يقوون ونشطون أعصاب المخ المتبقية اللي ما انتلفت. صباحك الله بالخير أخوي عبد العزيز، رئيس لجنة الدامة في نادي الكويت للألعاب الدهنية، وإحنا سعيدين أن أنت تكون ويانا. نبي نعرف المشاهدين أن هذه ما هي مجرد لعبة شعبية، هي الآن تأسست وصارت لعبة دولية. طبعاً إحنا نبي نعرف متى تأسس النادي للدامة. إحنا انضمينا لنادي الكويت للألعاب الدهنية في سنة 2013 تقريباً. قريب يعني. إيه هذا الانضمام، لأنه كان هو أصلاً تأسس النادي هذا للشطرنج. فأضافوا لعبة الدامة بعد مطالبات الشباب، لأنه كانت لعبة انطباعها شعبي سابقاً. إيه نعم. وكنا نبي نشارك مشاركات خارجية، وكان الأمر صعب علينا جداً. منتشرة برا الدول الثانية. إيه نعم. حتى بالدول الأجنبية ولا تختلف يعني بعض نوعاً ما. تختلف، هي أكثر لعبة دامة انتشرت على العالم لعبة الروسية. إيه نعم. صار لها اتحاد رسمي مثل اتحاد الشطرنج. فانضمت لعبة دامة هذه اللي سميت تركش دامة. دامة تركية. نعم. هي أصولها تركية اللعبة؟ لا، أصولها اختلاف بالأمر، قالوا بين الفراعنة، وقالوا من الأندلس، وقالوا من الهند. فلعبة الدامة بشكل عام بعد الاتحاد شو اسمه الروسي للدامة دش الاتحاد التركي، فصارت اللعبة يعني منتشرة انتشار قوي جدا الحمد لله. عندك لعبة الدامة في تركيا هي أبطال العالم دائما يعني صراحة يعني ما شاء الله. يمكن عشان كذي سموها تركش تشيست أو شيء، يعني استهدوا فيها صراحة. ما شاء الله عليهم. من اجتهد يستاهل. شنو شروط اللعبة؟ شروط اللعبة صعب يعني، صار لي سنة قاعد أخز اللعبة ترى. ولا مرة لعبتي؟ لا. يا والله احنا في لاعبين يخليك تاكلين كل الحطب يعني ما شاء الله، ويخلي لك بس واحدة وبعدين يغلبك. يعني نفس الشطرنج. نفس الشطرنج بس ما فيها كش ملك ولا كش النظم والشروط. كش ملك ما فيها، هذه فيها شيخ. هذا فيها شيخ. اي شيخ يوصل. شيخ. تفضل. فاقول يعني ان شروط اللعبه يكون دائما اثنين، منافسه بين اثنين، تكون البطولات وفق يعني انظم نفس نظام الشطرنج، يا تسع جولات او سبع جولات. نعم. وكل جوله تكون بين المنافسه بين الشخص والثاني 45 دقيقه، وفيها توقيت في البداية وتوقيت. لازم طبعا اذا الخصم لها شروط، يعني اذا الخصم وياك كرر الحركة اكثر من خمس مرات يعني كش 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 كش، الامر هذا اللي يسمونه احنا نسميه كش. هذا يسمونه قايم. قايم بمعنى تعادل، يصير نص نقطة لي ونص نقطة لي. ليش؟ خلاص يعني يعني صار شيخ عنده يبي يستفيد منه. لا اقول يعني كلعبه قال لك كش وكش، او كان اخر شيء صار عندك شيخ وعندي شيخ اخر الحطب. فخلاص قايم، هذا يعتبر هذا من شروط اللعبه. اي نعم. يعني بالطريقه هذه، والاكل طبعا بالزود، ولك حريه الاكل يعني تختار، بس لكن بالزود. شلون يعني؟ يعني مثال اذا انا طلبت منك انك تاكل حطبه، في مجال تاكل حطبتين، تاكل حطبتين، لا تاكل حطب. انا ودي تطبقون الحين، ودي اشوف طبق. ما والله كان زين، اخاف اغلبه. ما تقدر صدقني. ما تقدر. ما اعرف العب عدل. العب بس مو عدل 100%. انا وياك خلنا يعني ما عندنا مشكله. شيء ما تسالك وحاولي تشغلينه عشان اغلبه. يلا حاول. سألي. احنا دائما نبتدي نقول بسم الله. طيب احنا الحين على ما تبلشون بسال كم عدد الأعضاء المنضمين لنادي الدامة؟ اللاعبين بشكل عام ما شاء الله يعني اللي مسجلين رسمي أكثر من 50 تقريبا. ما شاء الله. ما شاء الله. وخارج التسجيل. في التزام طبعا. إيه في التزام، بطولات بالنادي وخارج النادي. فلازم يكون يعني اللاعب تواجده أكثر من مرة. نعم. بشكل عام بالبطولات. إيه نعم. الحين احنا علشان حتى المشاهدين حتى نعم. الشباب اللي ما يعرفون بعض القوانين، هي اكيد عارفينها الكثير، ولكن انت لك الحركه التقدمين خطوه واحده. الشطرنج نفس الشيء خطوه، او في بدايه اللعبه خطوتين الشطرنج. هذه خطوه واحده. هذه ما تاخذين زاويه. يعني ما تنتقلين زاويه بهالطريقه هذه. ولا تقدرين تاكلين بهالطريقه نفس الشطرنج. فاذا بياكل لازم بهذه الطريقه، ونوصل الى هذا الخط يصير هو الشيخ. نعم.
والشيخ يقدر يتحرك أفقي ويقدر يتحرك. أنا لازم أتعلمها لأن فعلًا يبي لها ذكاء وسرعة بديها. مو بس كذي يعني شوفي أنا الحين سويت له شيء هو عرف أنا إيش بسوي لأن حدي قديم أنا. شباب لا تكبر نفسك. لا قديم الخطة شوي توهقت. زين. بعدين الخطوة الثانية نقول. في خطوات كثيرة بس أنا ما أبي أتوهق لا توهقيني. أوكي. أنا بسوي كذي. ما احنا نبي يفوز. لا نبيك انت تفوز هو يخسر. فانزين اخوي بالنسبه الحين حق شكرا بالنسبه حق مشاركاتكم ما حصلتوا على بطولات برا الكويت؟ فضل من الله اخر بطوله حصلناها بطوله قطر. بطوله قطر اي نعم راح وفد من عندنا اللي هو على مستوى قطر ولا على مستوى لا دولي؟ لا يعني يشكرون قطر على البطوله هذه بطوله جدا قويه. اي نعم. اللي راح وفد الكويت لاعب ناصر الحواس وبداح الهاجري وخذوا الحمد لله بفضل الله خذوا المركز الأول على تركيا ولبنان قطر والمشاركين كلهم ما شاء الله. طيب الحين ما في مشاركة عندكم في روسيا؟ لا روسيا لا لأن ما يلعبون. ليش؟ ما يلعبون تركستان. اي بس عندهم اللي هم الدامه مالتهم ما تفكرون انكم تدخلونها وياهم؟ لا صعب تختلف لعبتها عن هذه. تختلف بالقوانين؟ اي تختلف انتقالها اكس. شلون؟ انتقالها اكس يعني نفس الفيل والشطرنج. إيه اكس بس اكس ما بس. في اي تختلف الطريقه و... لان يعني على فكره هي لعبه الشطرنج اساسا يعني صعبه فما بالك الدامه. الدامه لعبه شعبيه قديمه. ذكرت صج أنا عندي سؤال بعد إذنك. أيه. الحين من أي سن تستقبلون الأعضاء؟ اللاعب المتميز نستقبله من يعني فوق 15 سنة. هذا اللاعب المتميز دخله ويانا. لكن كتدريب ما في حد للسن. أطفال كبار ما عندنا مشكلة. ما في مشكلة. لا ما عندنا أي مشكلة. والخوات ما عندكم يدشون يدربون؟ بالنادي يلعبون بالنادي. بالنادي. أيه. أنا عني يقولي هند روسي. جنجفة وهند روسي خلاص خلصت الموضوع. كل شيء روسي هذا حتى الدامة روسي الهند روسي. احنا نعرف الهند سوداني صح؟ صج؟ لا ايه روسي لا في سوداني لا ايه في هاي لازم اتعلمها. قوانينها صعبة. قوانينها صعبة شوية. نعم. فوهقني اخوي. انتوا الحين قاعد تلعبون؟ ايه قاعد نلعب الحين. انا قاعد اخذ الحذر. الحين وهقني عطني خطة الحين. الحين بخليك تفوز. ايه طيب الحين انا بعرف هذه اللعبه راح تفوز ان شاء الله. صج بتفوزه؟ بيفوزني هذا غش؟ اذا صارت حركه واحده هل يجوز الغش؟ هذا مساعد اي مساعد هو قاعد يفتح لي امانه بس انا بس لا لا لا, لا, لا مو هذه هذه ايه اعطيك اياها راح توصل شيخ. اي ما يخالف خلاص الشيخ تفضل. ليش شلون كذي الحين كاشوف هو انا قلت عشان تكون بالصوره انا قدمت له قلت له اكل. اوكي فهو راح ياكل واحد أي؟ اثنين أي؟ ثلاث أوكي. يقدر يقول واحد اثنين لا لازم بالزود لازم بالزود زياده واحد اثنين ثلاث شنو عطنا بس واحده اللي بالنص كذي انت يعني الحين اعطيك اياها تصفون على خشبه اخر شيء واحده عدل باكل الشيخ اي صح شوفي نعم زين اكل هو علمني هو الحين علمني ان دوري العب ايش اسوي علشان اكل الشيخ زين عرفتي؟ اي 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 راح ياكل بهذه الطريقة وانا اكل الشيخ واصير الشيخ لا لا ما الزود يصير؟ الزود الزود شوف الزود وينه نعم. اي صح الزود اللي هنا عند حرف الاي صح؟ اي نعم. طيب استاذ يكلمني عن البطولات القادمة بنشوة الفوز بعد انك تكلمني على الانجازات القادمة والبطولات القادمة باذن الله اللي راح تشاركون فيها لانه وايد يهمنا هالموضوع بحكم انه احنا دائما نسلط الضوء على الشباب الكويتي. والله احنا عندنا دائما بطولة نعم في كمال باشا هي الافضل يعني على مستوى العالم كله عالمية ما شاء الله ايه لان ما شاء الله يعني تقريبا نعم. اقل شيء العدد المشاركين 150 ان شاء الله يعني منافسات شرسة جدا فيها تقول فهذه طموح كل لاعب دامة انه يوصل مركز عالي فيها بهذه اللعبة بهذه اللعبة هي وين تقام؟ تقام في مصطفى كمال باشا في تركيا في تركيا اي نعم. طيب تجمعاتكم هنا في اماكن تسوون فيها دوري بينكم يعني احنا برمضان في دوري الكوت ودوري احيانا الهند هي اللعبه الاغلب اللي خلينا نقول ماخذه وكره القدم اللي هي الصالات نعم صحيح. بالنسبه حق الدامه اذا تبي تتكلم على مواسم عندنا مواسم تصير مرات بطولات سريعه بطولات باسماء ناس يعني من اللاعبين
توفى الله يرحمهم اسم سعد الجويسري الله يرحمه، سووا تقريبا ثلاث بطولات في شهر رمضان اللي فات واللي قبله واللي قبله. البطولة ثلاث بطولات في رمضان. اي يعني ما شاء الله. كل ثالث سنة يعني. وباقي السنة؟ واجد بطولات ما شاء الله يعني، عندنا آخر بطولة اللي بشهر 12 هي بطولة الرويح. يعني يشكر عبد الرحمن الرويح على هذه البطولة، بطولة جدا جميلة. يعني وفود قوية اللي وصلت الكويت لاعبين وخذوها ما شاء الله المركز الأول والثاني والثالث اتراك صراحة. طيب هو بالنسبة حق الجوائز وهذه الأمور اللي هي تشجيعية إذا حد فاز، هو في شيء يحفز أكثر للناس ممكن أن يجتمعون عليها أكثر؟ تدري الجائزة أحيانا تكون محل تحفيز صحيح للجمهور صحيح للمشاركين، وغير لأنه هو هذا أنا هاوي أنت هاوي صح أو تحب أو محترف، في ناس تحب زيادة تشجيع وتحفيز. في دعم لكم في دعم من يعني الهيئة هيئة الرياضة والشباب ما شاء الله مشكورين، بس إنه بصراحة يعني فتحت الموضوع إن الجوائز مو مغرية صراحة يعني نتكلم يعني كل شفافية الموضوع يحتاج يعني تحتاج تسويق أكثر تحتاج أكثر انتشار يعني هذه الأمانة تحتاج دعم مادي أكثر عشان يكون في إمكانية التجول من دولة إلى أخرى للمشاركة في بطولات. لهم مشكورين صحيح على هذا صراحة. بالخليج منو السعودية الإمارات البحرين عمان مهتمين في اللعبة؟ أتوقع البحرين ما أدري ليش البحرين صح؟ إيه بس البحرين يعني سابقا كان أحس أهل البحر هم اللي أكثر ناس هو على شيء ترى الساحلي يعني البحرين وقطر والإمارات والكويت والسعودية عندنا كذا لاعب فيها، لكن البحرين كان سابقا له قانون يختلف عننا. شلون القوانين تختلف؟ بأنه يعني مثال إذا قلت لك كش في البحرين يا تسكنه يا تخليني أكل، ما تروح تركب مكان ثاني تختار ما تختار يعني يا هذه يا تسكرها يا توخرها. يعني نفس طريقة الشطرنج تقريبا بس مو أفضل هذه بالقانون لا. لأن أنا أتوهج مرة راح أتعب ما أفوز عليك مو هي بعد لا أتعب ما في يعني يعني أنت كذي يعني حجرت شيء واسع. إحنا عندنا اللعبة لازم أعطيك الحطب وأكل الحطب فأنت كذي بهالطريقة هذه حجرتني أنا ما أقدر أتحرك ولا أقدر أسوي شيء فتصير كله يسمونه تحكيم قص وقص وخلاص. طيب أنا عندي استفسار بداية حضورك أستاذي، ذكرت حق زميلي فيصل أن الألعاب الذهنية هذه تحرك أو تقوي الأعصاب حق مرضى الباركنسون، ينصحونهم دائما بالألعاب الذهنية مرضى شلل الرعاش، فمو مفكرين نسوي لكم سكشن أو يوم خاص حق المرضى للمشاركة في هذه اللعبة؟ والله حنا يعني إيه أجر وإيه هم يستفيدون من وقتهم. احنا عندنا ما شاء الله يعني النادي نشط جدا يعني يعني لقاءات خارجيه ولا هذا يطلبنا صراحه مرات مؤتمرات، فهذا يعني المشروع اللي ذكرته الاخت جدا طيب واتمنى النادي يعني يبادر بالمواضيع هذه انه يكون في تواصل مع المجتمع صحيح مو بس على اساس لازم يكون لكم دور في المجتمع يعني هي بالنهايه الترفيه عن المرضى كبار السن اي نعم مشاركة بس احنا كبار السن يزعلون اذا خسر فوزة انت خليه يفوز احنا ناشبه خليه يفكر بعدين عطل اي يعني انت بالنهايه الهدف انك تغير لا احنا خذينا السياسه هذه من زمان الشباب ما يلعبون مع يعني الكبار حق فوز وخساره يلعبون عشان مناسبه صراحه مو هذا هو للترفيه عنهم فهذا شيء يعني بادره جدا جميله ورائعه انه بس والله برافو يشاركون بس والله برافو انه يعطون حق مرضى الرعاش انه يركزون وهذا ذهنيا اي ترى هي اخوي عبد العزيز الصراحه القعده وياك ما تنمل ووقتك معانا نشكرك عليه صراحه افتني وونستني ان هذه اللعبه الشعبيه لها انتشار كبير وصارت ان شاء الله توصل الى الدوليه وان شاء الله نشوفكم في مراكز عاليه بإذن الله. مشكور ما قصرت حياك الله والحين نقول هاي الذبانة راح نطلع وياكم مع أخونا مناف أشكناني والضحى العالمي ونشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة إن شاء الله حياكم الله. طيبين ملح الهيمالايا ملح الكوشر الملح الطبيعي ملح البحر الملح العادي يا جماعة الخير
ماكو فرق بينهم بالقيمة الغذائية، أغلبهم أغلب اللي فيهم صوديوم يا جماعة الخير. المعادن اللي يتكلمون عنها بالأملاح الطبيعية هذه اللي هي مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، البوتاسيوم، نسبتهم قليلة 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 جدا يا جماعة الخير، 10% 0.1% فاصلة 1 من 10%. على أساس تستفيد من المعادن هذه يا جماعة الخير لازم تأخذ لك 100 جرام ملح طبيعي، تخيل، وهذا تقريبا معناته قاعد تأخذ لك ملح صوديوم 43 جرام، وانت حدك باليوم 2.3 جرام، 2300 ملي جرام صوديوم، خطر جدا يا جماعة الخير. فلا تعتقد ان الأملاح الطبيعية الثانية يسوقون لها على بالك ان ما فيها شيء وصحية، لا، لازم تحاتي الصوديوم فيها حالة حال الملح العادي اللي ينباع بالأسواق، بل ان الملح العادي الموجود بالأسواق فيه إيجابية، في أيودين، في معدن اليود حاطينه فيه. ليش؟ أن اكتشفوا العلماء أو اكتشفت وزارات الصحة وهيئات الصحة ومنظمات الصحة العالمية أن الناس مو قاعد تاخذ كفاية من المعدن هذا المهم لصحة الغدة الدرقية الثايرويد يا جماعة الخير. غير كذي يا جماعة الخير، كل من لا ياخذ أكثر من 2300 ملي جرام صوديوم، ملح صوديوم باليوم، هذا قفشة صغيرة ملح طعام عادي اللي هي 5-6 جرام. سلمى. صبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام بالضحى العالمي، كل اثنين وخميس وياكم كما اعتدنا نلتقي بهاليومين بالاسبوع عشان نجيب الاخبار الرياضيه وشنو قاعد يصير بالدوريات الكبرى الاوروبيه، وكالعاده واحد من الاثنين يا عبد العزيز الكوت او الكوتش عادل توفيق. عادل توفيق الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، اشتقت لكم والله. والله احنا اشتقنا حلقتين موجود فاشتقنا لكم، بس الحلقتين هذيل ليفربول تصدر وخذ راحته ووسع صداره يعني. بس اليوم شكلك مو مرتاح. والله بالعكس، والله مرتاح، انا متصدر لا تكلمني على قولتهم. حتى لو خسر اليوم. نبلش اخبارنا، توتنهام يعزز الوصافه بفوز بثلاثيه على كارديف، ارسنال يصحو من ضربه الانفيلد برباعيه فولهام بالديربي تعيد الثقه، وساوثهامبتون يحرج تشيلسي في معقلة وفوز رابع على التوالي لسولشاير على حساب الماكبايس، ومباراة الحسم الليلة بين أقوى مرشحين لنيل بطولة البريمير ليج لهذا الموسم اللي قاعد يصير بين بيب غوارديولا وكلوب. نبي نتكلم عن مواجهة الليلة، قد تكون مواجهة حاسمة تحدد يمكن ملامح البطل بشكل كبير. أنت تلاحظ من طريقة تصريحاته أنه في احترام كبير لأداء وعمل كل المدربين، تلاحظ أن كلوب يرد على تصريحات غوارديولا بيقول أنه لحد الآن مانشستر سيتي بغض النظر عن فارق النقاط هو يظل الفريق الأفضل في الدوري الإنجليزي وفي العالم أيضا. غوارديولا يقول علينا نحترم ما قام فيه ليفربول والطفرة اللي وصل لها، وأنا أعرف لما فريق يوصل إلى القمة. فهذا يبين لك على مدى حب هالمدربين لكرة القدم وتقدير كل واحد منهم إلى الآخر. فهي مباراة كبيرة راح تكون اليوم، كل السيناريوهات مفتوحة في هذه المباراة. ليش؟ لأن ليفربول ممكن يضغط، ممكن يلعب على قولتهم على رد الفعل، ممكن يقسم المباراة إلى مراحل، مانشستر سيتي كذلك. المباراة يعني راح يكون فيها أحداث كثيرة متنوعة يعني. مانشستر سيتي إذا بنحسب المباريات اللي على ملعبه فهو متصدر الجدول، معناته على ملعبه سيتي وايد قوي. لكن بعيدا عن التكتيك، في سلاح عند كلوب مو موجود عند بيب غوارديولا، هو الجسور من الثقة بينه وبين اللاعبين. اللاعبين قاعد يعطونه حتى لو لاعب أداء يعني دوره بسيط في الملعب، تشوفه شلون يحضنهم بعد المباراة ويدعمهم ويدافع عن اللاعبين قدام وسائل الإعلام.
غوارديولا ما له صاحب على العشب الاخضر اللي يعطيه راح يلعب اساسي، والامثله كثيره واللاعبين كانوا اساسيين اصبحوا على دكه الاحتياط. صحيح، كلوب من اكثر المدربين اللي تعلق بلاعبين، نلاحظ انه يدافع باستماته مثلا على لاعب كثير الاخطاء مثل لوفرن. اخر سنتين يمكن كثير من المباريات هو تسبب باهداف قاتله على ليفربول، ولكن يستمر كلوب يدافع عنك. اذن اكاريوس الى بدايه الموسم، مع انه تسبب ان ليفربول يخسر الشامبيونز ليج، الى بدايه الموسم كان يدافع عنه ويسنده وكان يلعب المباريات الوديه. اما غوارديولا براغماتي، يعني اللاعب اللي يعطي، اللاعب اللي يلتزم، اللاعب اللي ممتاز وهو اللي يستمر وهو اللي ياخذ الفرصه. هذا يعني تناقض موجود بين المدربين، ولكن لكل مدرب نجاحه في هذا الامر. راح نشوف مباراه اليوم كبيره الساعه 11 ان شاء الله بين ليفربول المتصدر وثالث الترتيب. في نقطة بس بسيطة، يعني في كثير من انا ملاحظ بال يعني وسائل التواصل الاجتماعي يقولون ان الضغط على ليفربول. لا بالعكس، الضغط على مانشستر سيتي، لان ليفربول متصدر وفارق 7 نقاط. اليوم اي خطأ لمانشستر سيتي يبتعد بشكل كبير عن منطقة الصدارة. دائما انا لعبت مع فريق نادي الكويت حققنا الدوري، دائما تكون بالصدارة يصير الضغط موجود، اكيد يعني موجود، لكن الضغط يكون اقل لما تكون انت قاعد تلاحق المركز الاول. صحيح. الساعة 11 إن شاء الله ملعب الاتحاد، مانشستر سيتي سيستضيف المتصدر ليفربول ليستعيد الوصافة من توتنهام. سيسك فابريغاس يصل لمباراته رقم 500 مع الأندية الإنجليزية، وهناك أخبار قوية عن انتقاله لموناكو الفرنسي الأسبوع القادم. سيلتقي سيسك فابريغاس مع الزميل السابق في نادي أرسنال تيري هنري مدرب موناكو. هل ممكن نشوف هالصفقة وهل هي مفيدة للاعب؟ خروج سيسك فابريغاس وانه يقوم باتجاه الى فريق يلعب فيه بشكل اساسي ومستمر افضل له طبعا، لان اخر سنتين كان دائما يكون سلاح من الدكه، فاكيد راح يكون جيد له. الدوري الفرنسي اقل ضغط، اقل حده، اقل كثافه، فراح يكون مناسب له حتى عمره. بمناسبة يعني بعد 500 مباراة هذا يبين لك انه هو لاعب عمر صغير من العمر، عمره 16 سنة في الارسنال مع فينجر، فهو يعني نتكلم احنا هو قاعد ينهي حياته في فرنسا. سون هيونغ من هو حزين لمغادرته فريق توتنهام لمشاركة كوريا الجنوبية في اسيا 2019 التي ستنطلق يوم السبت بعد غد في الامارات، ويقول لست ذاهبا للاستمتاع بل لنيل اللقب، قد غاب 59 عاما. من المثير ان نحقق ذلك بعد ذهبيه دوره الالعاب الاسيويه. من المؤسف ان المنتخب الكويت يعني يغيب عن هذا العرس القاري، كاس اسيا 2019 ان شاء الله القادم اجمل، وسنكون في موجودين في المنافسات المتاحه للمنتخب الكويت. نبي نتكلم عن علاقه هذا اللاعب الكوري الجنوبي، وشفناه شلون بكى عشان فاز بالذهبيه وانعفى من التجنيد ورجع لتوتنهام. طبعا هو تمثيل المنتخبات هذا امر مهم، ويعني يعتبر اضافه لاي لاعب، وهو الهدف الاسمى. يعني اليوم انت تفوز مع ناديك في كل البطولات، احنا نشوف ميسي فايز مع ناديه برشلونه الكل مع كل البطولات، الكل يشكك فيه لانه ما فاز مع منتخب، لان منتخب بلادك يعطيك الحافز الاكبر انك تمثل بلدك وشعبك وديرتك في هذه المناسبات والبطولات. واليوم منتخب كوريا من المرشحين في كاس اسيا، من اقوى الفرق في كاس اسيا، وهو سون يعتبر يمكن افضل لاعب اسيوي في البطوله. اذا كان موجود راح يكون سلاح قوي، بس اتوقع ما راح يلعب من اول مباراه، راح يشارك المباراه الثالثه بالاتفاق بين توتنهام والاتحاد الكوري. بول بوغبا أفضل لاعب بشهر ديسمبر في نادي مانشستر يونايتد وبتصويت الجمهور، كما أنه حصل على جائزة رجل المباراة مرتين آخر 4 مباريات. منطقي هالتحول يا كابتن بعد خروج مورينيو وقدوم سولشاير؟ التحول الغريب هذا بشهر واحد بوغبا صار واحد ثاني. في أمرين، في جانب نفسي، جانب إثبات وجود، جانب انه هو كان يلعب بطريقة معينة وضد مع مدرب معين ويثبت نفسه انه هو قادر على الفعل. في جانب فني، اليوم سولشاير وظف بوغبا بالطريقة الصحيحة، يعني فاجتمعوا هالنقطتين ساعدت بوغبا انه يظهر امكانياته. احنا عارفين ان بوغبا لاعب عالمي ولاعب ممتاز ولاعب عنده الامكانيات وعنده الكواليتي العالي او الجودة العالية علشان يقدم مثل هذه المباريات واكثر، وهذا كان متوقع منه من لحظة شرائه من يوفنتوس ب 89 مليون، صفقة كانت قياسية وسعر خيالي. فهذه المباريات اللي قاعد يلعب فيها آخر 4 لعبات أمر منطقي بالنسبة لمستوى بوغبا بعد توظيفه الصحيح. نعم،
ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي الإيطالي يتغزل بلاعبه كالوم هودسون أودوي ويقول في أوروبا في لاعبين قلائل بعمر 18 سنة خاضوا 8 مباريات بهذا المستوى، هو لاعب جيد ومحظوظ وسيتطور ليصبح لاعب عظيم، لكن ينقصه يعني الحركة، التميز بالحركة من غير كرة، وأن يدافع أن يكون يعني إيجابي في الحالتين، كرة معه أو الكرة مو مع الفريق. البايرن عرض على تشيلسي شراء هذا اللاعب ب 22 مليون يورو في آخر عرض، لكن تشيلسي رفض هذا العرض. هو أولا في جانبين في هذا السؤال، أولا اللاعبين الشباب، نحن نلاحظ الفترة الأخيرة بعد تضخم الأموال اللي تستطيع الأندية تحصيلها من البطولات العالمية، صار الأندية بشكل أسهل تروح تشتري اللاعبين الجاهزين، لاعبين نفس فرق نفس تشيلسي، مانشستر، أرسنال، ما تحصل لاعب صغير بالعمر يقدر يلعب في هذه المباريات. فلذلك لما يكون في لاعب عمره 18 تقل فرصته في المشاركة مع هذه الفرق. فاليوم لاعب مثل هذا يشارك في 8 مباريات، كلامه صحيح، مو سهل انك تلعب لاعب صغير بالعمر، وهذا يحسب للاعب ويحسب لتشيلسي والمدرب نفسه، ويجبرك تلعبه. اي ويجبرك، لا اكيد اذا اللاعب لاعب زين. الحين عندنا في ليفربول مثلا اللي استغل الفرصه بعمر 17 18 سنه اللي هو الكسندر ارنولد، ترينت الكسندر، هو ايضا نفس الشيء، لعبه وهو صغير، بس لما لعب اثبت نفسه فاستمر بالتشكيله. هي فرصه يجب ان يستغلها اللاعب في حال من الاحوال. طبعًا. في هذه البطولات الكبيره نادي ويست هام يونايتد يتعاقد مع النجم الحر الفرنسي سمير نصري لمدة 6 أشهر، لأن بيلغريني لا زال يثق بقدراته، كانوا مع بعض في مانشستر سيتي من قبل. هو سمير نصري لا شك من أفضل المواهب في عملية اللعب بين الخطوط ومناطق معقدة وفك الشفرة على قولتهم، ولكن احنا ما ندري عن جهوزيته هو كلاعب، صار له فترة ملاعب، لعب 8 مباريات بتركيا الموسم اللي طاف، مو لاعب يعني، هذه فترة ما تعتبر انه هو مشارك بشكل مستمر وبأعلى لياقة له، لكن الكيمستري الموجود بين المدرب واللاعب هذا ممكن يعطي جانب. بالتالي انت قاعد تلاحظ ان العقد مدة 6 شهور، 6 شهور يعني انت يا كابتن شد حيلك علشان نقدر نجدد لك بعد سنة إضافية أو سنتين إذا أنت تبي تستمر، فهي فترة تجربة ومخاطرة محسوبة. هي فرصة من بيلغريني لسمير نصري لعودته، وما هو خسران شيء الأجواء يعني. طبعا ما هو خسران شيء. جان لويجي بوفون حارس الفريق الباريسي يقول مواجهة مانشستر يونايتد بعد رحيل مورينيو باتت أصعب في ظل تألق بطل العالم بول بوغبا، ويقول هذا ما ينتقص من حق المدرب جوزيه مورينيو، لكن اللي قاعد التحول اللي صار في مانشستر يونايتد باتت منافسة أو المواجهة بين بي اس جي ومانشستر في دور 16 الشامبيونز ليج أصعب. لحد الآن من وجهة نظري، مع احترامي لرأي جيجي بوفون وهو لاعب يعني خبير وهذا، من وجهة نظري لحد الآن الحكم على مانشستر يونايتد سابق لأوانه. هي رد الفعل بعد تغيير المدربين دائما يكون في طفرة في أداء اللاعبين، في استجابة، في تقبل، في لاعبين يحبون يثبتون وجودهم، اللاعبين المنسيين اللي ما يلعبون يحب يثبت وجوده، نسق التمرين يرتفع بشكل كبير. فلحد الآن من الحين لشهر 2 مدة طويلة كفيلة نتغير كل الأمور، ولكن احنا نتفق معه أن مانشستر يونايتد انتعش، بدأ يلعب بطريقة هجومية وبطريقة إيجابية. يعني يمكن هذه، يمكن مانشستر يونايتد ما واجه خصم حقيقي أو اختبار حقيقي من استلم سولشاير، يعني يمكن حظه أن الخصوم أقل منه فنيا وتاريخيا في الدوري. أمر مخطط له، أمر مخطط له أكيد، يعني في اختيارهم توقيت اسناده لمهمه تدريب اليونايتد، ولكن ايضا نتكلم بالدوري الانجليزي، ما في فريق سهل، ما في مباراه سهله، كل مباراه تعتبر يونيك يعني فريده من نوعها. مانشستر كان يعاني امام هذه الفرق مع مورينو، فالتغيير هذا والنتائج الايجابيه، ونتكلم عن 4 و5 و3 وتسجيل الاهداف عن طريق اكثر من لاعب، هذا يدل كله دلاله ايجابيه على ان الفريق ماشي بالطريق الصحيح، لانه مثل ما قلنا، اذكر انا قبل هنا تكلمنا ان مانشستر يملك تشكيله جيده، صح. مو عكس الناس اللي تقول ان مورينيو ما كان يملك تشكيله زين. احنا كنا نتكلم ان الجانب النفسي امر مهم، مثل ما في ليفربول ان مساعد المدرب صرح في تصريح ذاك اليوم يقول كلوب يشتغل 70% على الجانب النفسي و30% على الجانب التكتيكي. اختبار حقيقي امام توتنهام الاسبوع القادم. صحيح. مانشستر يونايتد رغم عدم مشاركته بشكل مستمر مع ارسنال وظهور اقاويل عن عدم اقتناع امري فيه وقرب انتقاله للانتر بعد ما عرضوا عليه، اكد وكيل اعمال الالماني مسعود اوزيل بان موكله سيجدد وسيبقى في ملعب الامارات مع ارسنال لانه مرتاح في لندن. مرتاح لانه عقده كبير
وما اتوقع ان يجددون للارسنال. واضح ان المدرب يعني تدريجيا قاعد يتخلى عنه، يعني المدرب ما يستصيغ هذا الاسلوب من اللعب، يبي اللاعبين ان يكون عندهم ورك ريت عالي، مجهود كبير، قتاليه بالملعب. واوزيل احنا عارفين ستايله، ستايل هادي رايق، لازم الفريق يكون متطور وفريق كبير نفس مثلا السيتي جاهز بكل الخطوط علشان يكون هو الكرز اللي على الكيكه. اما ان انت تبي لاعب يقاتل لك في الملعب هذا صعب. يمكن هذا يكون من صالح الانتر اذا انتقل للانتر، يمكن والانتر ينقص صانع الالعاب بهذا المستوى. الانتر محتاج اوزيل، محتاج يعني اوزيل. اذا انتقل اوزيل الى او مودريتش يعني ايه ها او مودريتش يعني او مودريتش، لكن اوزيل هو اللي فك التعقيد بالثلث الاخير، وهذا اللي محتاجه الانتر. مودريتش ممكن يكون لاعب مناطق منخفضه يقوم ببناء الهجمه او اخراج الكره من مناطق منخفضه الى مناطق مرتفعه، لكن هذا هو اللي الثلث الاخير، الثلث الاخير يعني قولتهم يلعب بين الخطوط ويفك الشفرات المعقده. بطل العالم وصاحب الكره الذهبيه فابيو كانافارو عام 2006 يقول اعتقدت ان نابولي وانتر قد يقاتلان يوفنتوس على اللقب، لقد كنت مخطئا في اليوفي، احس بالخطر في الصيف فجلب كريستيانو، ونابولي لن يوقف البيانكونيري بدون مساعده ميسي. يبي لهم ميسي عشان يوقفون اليوفي ويقدرون ينافسون على اللقب. طبيعي يعني احنا واضح للكل، يعني من اصغر متابع لاكبر متابع قوه تشكيله يوفنتوس وتفوقها على باقي فرق الدوري الايطالي، سواء حتى مو بس كلاعبين، كاداره، كمبالغ تصرف، كدخل، كاعلام، كتسويق، كل الامور هذه اليوفنتوس متفوق على. هو عمل جماعي الأندية. يعني قاعد يثمر. عمل كل عقلتهم مثلث النجاح يعني. نعم. كله شغال بطريقه ممتازه، فلذلك ما في مقارنه بين وبين الفرق الباقيه. يعني انا اتوقع اصلا الفرق مثلا نابولي الفريق الوحيد اللي ممكن السنه الجايه ممكن ياخذ خطوه للامام هو الانتر، لانه يملك الامكانيات. لكن مثلا نابولي السنه الجايه ممكن كاليدو كولوبالي يطلع منه، ولا ركيزه اساسيه يطلع يعني منه ويرد عيد البناء من جديد، يفتل المسبح. اي فالفريق الوحيد اللي اوروبيا المتفوق هو يوفنتوس من ايطاليا. رئيس نادي اتلتيكو مدريد انريكي سيريزو يقول سبق وان تغلبنا على كريستيانو رونالدو ولا نخشى مواجهته، نحلم بالوصول لنهائي الابطال في ملعبنا، النهائي راح يكون ملعب اتلتيكو مدريد. مثل هالتصريحات من رئيس نادي على لاعب، هل تشوفها صحيه؟ في المقابله طبعا بعض الصحفيين يجرون هؤلاء الرؤساء الى اسئله او اجابات بهذه الطريقه، ولما يطلع تصريح مثل هذا يقول شاب الطاري انه يتكلم بهالطريقه، او ليش بالضبط الرئيس يتكلم بهالطريقه؟ هذه بالضبط، هذه اغلب التصريحات اللي تكون كذي دائما تكون رد على سؤال. يعني تلقى السؤال الصحفي سال الرئيس شلون راح تواجهون كريستيانو رونالدو، فهو رد عليه قال له والله احنا لعبنا مع كريستيانو رونالدو تفوقنا عليه وفزنا عليه، فنستطيع ان نعيد هذه مره اخرى. فعلا انا اتفق مع رئيس اتلتيكو مدريد انهم فريق قادر على فوز، تشكيل صعوبه كبيره على يوفنتوس، وبالتالي ممكن يفوز لانه مباريات كؤوس، مباراتين مو مباراه دوري يعني. طبعا فعنده ثقه بامكانيات فريقه وعنده ثقه بالمجموعه اللي عنده وبمدربه. كل فريق يحلم يلعب النهائي على ارضه اذا صادف النهائي الموسم على ارضه. جيرارد بيكي نجم البرسا اشترى نادي اندورا المشارك في الدرجه الخامسه الواقع في دوله اندورا التي تشارك انديتها بمستويات اقل من الدوريات الاسبانيه. لاعب لما يشتري نادي وهو لا زال يلعب، تشوف هذا خطه لقدام قاعد يرسم مستقبله الاداري او مستقبل يستثمر اللي يجمعه طول حياته في هذا النادي، يمكن يصنع منه شيء. لكن نادي في هذا البعد عن المنافسه يعني انا اتوقع ان هذا فيها امور يعني تسويقيه للمستقبل، امور تخص يعني مثلا الايجنت، وكلاء اللاعبين، امور يعني كثيره داخل خلينا نقول الوسط التجاري الرياضي. هنا. فلذلك هو يفكر للمستقبل، وبالنهايه عندهم فلوس زايده ويبون يصرفون. والظاهره لما شرى بلد الوليد اي نفس الفكره، ترى هم كلهم الحين يحاولون يعني حتى في 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 انجلترا يعني لاعبي مانشستر يونايتد عندهم نادي، في اكثر من يعني عنصر رياضي سابق. هوندا عنده نادي مكان يلعب فيه، اكيد لها امور تسويقيه للمستقبل طبعا. استثماره يعني. ريال مدريد بطل اوروبا تلازمه لعنه التعثر في المباراه التي تلي فوزه بكاس العالم للانديه مباشره، سيزور المارينجي خصمه فياريال الليله الساعه 11:30 في ملعبه لا سيراميكا. فهل ستلحق
اللعنة الملكي أم يتخطاها ويتحدى نفسه؟ ريال مدريد يمكن الموسم اللي طاف زيدان كسر هالقاعدة وفاز بثلاثية، أتذكر المباراة اللي ردوا فيها من كأس العالم الأندية، راح يدشون ريال فريق ريال مدريد راح يدشون هذه المباراة أمام فياريال يمكن فيهم هاجس هذا التعثر بعد فوز بكأس العالم. إيه بس هو لازم نعرف شيء، ترى اللاعبين ما يفكرون بهالأمور، يعني يدخل المباراة هو مو بباله، يعني سواء يلعب لسيراميكا ولا يلعب بأي نادي ثاني، هو يدخل المباراة عنده أسلوب معين بيطبقه في تمرين تدريب إعداد لهذه المباراة بيطبقه ويقوم فيه، وظروف المباريات هي اللي تحكم. يعني هذه ما تكون في عقل اللاعب، أكثر عقل الجماهير الإحصائيين الإعلاميين اللي يحسبون هذه الأمور، ولكن اللاعبين أنا أتوقع أنهم جاهزين نفسياً بعد الفوز بهذه البطولة هم راح يكون جاهزين للمباراة. يمكن يكون في بالهم إذا كان مثلاً تاريخياً عمرهم ما خسروا على هالملعب، عمرهم ما فازوا على هالملعب، يمكن هالأمور هي اللي تكون في بالهم، تصير تحفيز من المدرب للاعبين. أنا أقول لك شنو اللي يصير ببال اللاعبين، اللاعبين بعض الأحيان يواجهون صعوبة قدام فريق معين، فيصير في منتل بارير، يعني في عائق نفسي أمام فريق نفس هذا. فهذا الأمر اللي ممكن يركز عليه اللاعبين، لكن كملعب كجمهور ما يركزون عليه اللاعبين. يعني اليوم السهرة سيتي وليفربول في ملعب الاتحاد الساعة 11، راح نشوف مباراة قمة، راح نشوف مباراة إن شاء الله توفي بعودها قمة الجولة، ويمكن تحدد ملامح تحديد اللقب اللي ممكن يكون، لأن هذا أقوى جبيل حق هذا، وهذا الاثنين هم اللي متنافسين على لقب البريمير ليج. شاكرين لك كابتن عادل، عودتك استمتعنا فيها، ودائما تثرينا في الفقرة، فقرة الضحى العالمي ضمن الضحى العود من الأحد للخميس إن شاء الله. نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي، فما الله.